اهلا بحضراتكم من جديد. هذا حوار خاص جدا انا سعيد به على المستوى الشخصي، لانه ضيفي هو الداعية الشاب احمد الطلحي، اللي انا بعتبره الحقيقه انه في طليعه الدعاه الان، اللي بيقع على عاتقهم تقديم الدين في صورته الحقيقيه بعيدا عن تهويله او تهوينه، وان احنا محتاجين الى هذه الطليعه من الدعاء الشباب، لانه زي ما بقول لحضراتكم هناك اخرين من اطياف او من جماعات اخرى اختطفت هذا الدين وتريد ان تصدره لنا على هواها وطبقا لمصالحها، والدين منهم بريء تمام. اهلا بحضرتك معانا في هذا اللقاء، يعني على ضفاف هذه الايام المباركه اللي احنا بنعيشها. حبيب قلبي وروحي دكتور محمد الباز، شرف عظيم لي ان اكون معك على طاوله واحده. الف مبارك عليك، ما شاء الله وجودك في هذه الشاشه التي يعني اكن لها كل حب واحترام وتقدير قناه النهار، لي معها ذكريات جميله وعجيبه. والحمد لله اني معك في كل واحه اينما حللتم اينما نزلتم، ما شاء الله بيننا روابط كثيره، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمه. يشرفني جدا. أنا عايز أبدأ مع حضرتك من حاجة مهمة جدا، إنه لظروف كورونا في ناس كتيرة جدا حرمت من إنها تروح تحج، يعني تقريبا في 60,000 فقط اللي هيتم بيهم الحج السنة دي، لكن اللي هم ضيوف الرحمن يعني زي ما بنطلق عليهم من دول كتيرة جدا مش هيروحوا، والناس كانت بتروح للحج لتأدية الفريضة أو في مصطلح آخر إسقاط الفريضة يعني، لكن كانت في أهداف أخرى، ناس بتروح تعمل نوع من الشحن الروحي من التجديد الإيماني. الناس اللي مش هيروحوا دول إزاي يقدروا يعملوا التعويض الروحي اللي كانوا بيحصلوا عليه هناك وهم موجودين هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أظن الجواب كان في طيات المقدمة التي تفضلتم بها عن الفقير سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عندما يسمع من يمدحه بما ليس فيه فيقول اللهم أمين لعلها تكون دعوة. جزاكم الله خير، في الانترو أو في البداية كنتم تحدثتم عن الفقير، أني إن شاء الله أكون من الذين ليسوا من أصحاب التهويل ولا من التهوين. صحيح. وهذا جبر للخاطر، فالناس اللي ما راحوش السنة دي للحج أظن كلنا في واحد جبر الخاطر، كلنا محتاجين جبر الخاطر، لا سيما أن الناس تعيش حالة من الروحانية إذا اطلعوا على المشاهد والأماكن اللي كانوا هم فيها. صبيحة هذا اليوم سبحان الله كتبت عبر صفحتي كم أشتاق إلى نعمان الأراك. فهل منكم من يعرف نعمان الأراك؟ فجزاهم الله خير الشباب أصدقاء وأصحاب ومتابعين عبر هذه الصفحة، فبدأ حد يقول لي الأراك هذا نوع من أنواع السواك، والأراك يقول لي أغمض عيناك حتى أراك، فكل واحد أصبح يأخذ يفهمها بمعنى. والحقيقة أنه هو حنين للإنسان الذي كان في يوم الأيام على جبل عرفات، وكان في يوم الأيام في مزدلفة، وكان في يوم الأيام يتوسد يداه وينام في منى، كان يطوف على البيت الحرام، كان يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم، كان يسعى بين الصفا والمروة يشرب من ماء زمزم. في هذه الأيام المباركة عندما تذكر سبحان الله تهيج العواطف، والناس لا تمتلكهم أجسادهم شوقا وطربا وحنينا إلى المشاعر المقدسة، إلى عرفات الله، إلى المسجد الحرام، إلى زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. اختص الله عز وجل هذا العام 60,000. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم روحا إن لم نكن جسدا. فمن خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه العطية فهم الآن في مشاعر مقدسة، وهم في نسك في الحج، فهم في الحج حقيقة. أما نحن فمعهم بالحج مشاعر، يعني نقدر نقول اليوم أن الحج ما بين الشعائر والمشاعر، هم في الشعائر حقيقة ونحن معهم في المشاعر. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مرة يطبطب على مجموعة من الصحابة، كان معه أناس مشين وفي ناس يعني تعثرت بهم الظروف فما استطاعوا أن يخرجوا مع رسول الله، فقال ما سلكتم واد ولا شعبا ولا فجا إلا وقد سلكوه معكم. بمعنى كانت مشاعرهم معكم، كانت أشواقهم معكم، نواياهم، ونية المرء خير من عمله. لكن أحيانا الإنسان يحتاج موقف حساس جدا. أنا ممكن اليوم منعت،
بظرف من الظروف، سواء كان منع من السفر لأوبئة وهي وفق الشريعة الإسلامية، الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم منع الأسفار في بعض المواقف لبعض البلدان لها حقوق أنها تستقبل أو لا تستقبل. هذه كلها الأشياء واضحة ومعلومة وليس من الحكمة الآن يعني عرضها. إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها، يعني أنتم إذا كنتم فيها لا تخرجوا منها، صحيح. وإذا كان مش فيها فما تدخلوها. سيأتي إنسان ثاني يقول طيب مصرح لكم بالذهاب إلى السياحة وإلى الحفلات وإلى غيرها. هذه أنظمة دول، وكل دولة ترى النظام الذي يليق بها، وبحفاظا على النفس البشرية، وهو صلب الشريعة الإسلامية أن نحافظ على الأنفس البشرية في كل الشعوب. لكن الذي حرم من أنه يكون هذا العام على صعيد عرفات فلن ولم يحرم أن يكون بروحه وقلبه. إن حرم الجسد القلب يستطيع. سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. بإمكانك وأنت اليوم في مصر، في ليبيا، في أي بلد من البلدان أن تبعث روحك إلى هذه البقاع الطيبة الطاهرة المباركة، تقبل هذا التراب الطاهر وهو تراب عرفة لكل واحد منا اليوم يشتاق إليه، يشتاق إلى نعمان الأراك. نعمان الأراك هو واد كبير عظيم عريض يمتد من مكة المكرمة إلى عرفة. لكن الحقيقة لماذا نشتاق إلى عرفة؟ هذا هو السؤال. هل هو بس عشان نلبس الإحرام ونقف كلنا صفوف والقلوب فيها شحناء، أو هذا في شركة فلان فهو في مخيم أرقى من الثاني والثاني على الرصيف، أم هناك سر، هناك أشياء ما هي خلف هذا الوقوف وخلف هذا اليوم العظيم؟ يعني لو سألني حد مش من إخواننا المسلمين ويسأل لو سمحت يعني إيه عرفة؟ ماذا يعني لكم عرفة؟ نقول له والله يوم الحج. ما معنى يوم الحج؟ كلنا نعشق الجمال. وأنا عندما أحب قناة من القنوات، كان جزاهم الله خير في فريق الإعداد، سألوني قالوا لربما تكون قد تهت في دخولك للمدينة حتى تصل إلى الاستوديو، فقلت لهم أتوه عن أي قناة إلا النهار. لما؟ لأن بقناة النهار صورنا داخل الحرم المكي الحمد لله رب العالمين، وصورنا في المدينة المنورة. فشيء جميل هذه القناة، وهذا اللوجو له إحساس كبير في قلبي حقيقة. فلما تجد أنك لك شوق ولك حنين أن تصل إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وإلى عرفات، تتذكر الجمال. الجمال سواء كان جمال حسي أو جمال معنوي. لماذا نشتاق إلى يوم عرفة؟ يوم عرفة هو يوم الميثاق، يوم عرفة هو يوم الوعد. اليوم تجد بعض الشباب أصحابنا عندهم عيد يسموه عيد الزواج. لماذا؟ اليوم ذكرى زواجي. طيب وفرحان بهذا اليوم ومبسوط به، لما؟ لأنه يوم الميثاق ويوم العهد. أخذ البنت من أبوها عشان تكون معاه قرة عين. يعني ممكن في ناس بتفضل فرحانة شوية وبعدين لا، إن شاء الله دايما فرحانين. أحاول أن يكونوا دايما فرحانين بإذن الله. فهذا اليوم يوم مهم جدا في حياة كل شاب. لماذا؟ لأنه يوم العهد. طيب حياة الإنسان المؤمن الروحانية وهو باتصال روحاني مع الله سبحانه وتعالى، هناك فرق ما بين الروح والروح. أجد بعض الناس يتكلمون بين الروح والروح. الروح نوع من أنواع الطيب، روح وريحان. أما الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالأمور الروحانية التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى، في نعمان الأراك كان هذا الصعيد الطيب المبارك فيه خطاب الحق تبارك وتعالى لجميع خلقه. الله لما خلق سيدنا آدم أخذ من ذريته جميع الخلق، جنابك من الكريم، من ظهر سيدنا آدم، كل الذين سيخلقوا، كل الذين اختارهم الله عز وجل أنهم سيكونوا بشر ويكونوا على وجه الأرض، جمعهم الله سبحانه وتعالى، لم يجمعهم أجسادا إنما جمعهم أرواح. في عندنا خلق الروح وخلق الجسد. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلق الروح الله سبحانه وتعالى جمع كل الأرواح، روحك روح الفقير، روح من يسمع، روح من يشاهد، كل الأرواح جمعت في نعمان الأراك. وأشهدهم على أنفسهم بسؤال عظيم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. هذا الحنين، أصبحت كل روح تشتاق إلى هذا الخطاب. طيب كيف خطبهم الله بصوت؟ لا، الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك. ليس له كينونة نقول صوت أو نقول اهتزاز، هو إلقاء في روح الروح. فأصبحت هذه الأرواح تشتاق للجمال، فعندما ترى الروح شيئا من الجمال يذكرها بنعمان الأراك، يذكرها بذلك الموضع العظيم، هذا الوادي اللي ربنا أشهد فيه الخلق جميعا على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ففي المرحلة الأولى تكون الروح مشتاقة، ثم بعد ذلك تتغير مسارها. أحيانا يكون الإنسان فيه له شوق للجمال ثم يأتي حب التملك. أنا رأيت مكان جميل جدا أعجبني فأريد أن أشتريه. الأولى كانت حنين للحج. دون مقاطعة طبعا لبيك. يعني لأنه أنت حتى أنت كمان بتطرح رؤية، هناك رؤى أخرى حتى عندما تتحدث أنه كيف حدثهم الله، تعرف أنه دي خناقة كبيرة جدا. صحيح. لكن
انا عايز اسمع منك تفسير انه تجد مسلم ما عندوش درايه ولا عنده معرفه بكل ما تقوله، لكن هو يهفو الى هذه الاماكن. الله، يعني هو كده يقول لك ايه، ربنا وعدنا بزياره حبيبنا النبي، الله، يقول لك ان الواحد يروح كده قدام الكعبه وتلاقي ناس بسطاء جدا، يعني لم يمنحهم الله لا قدر من العلم ولا المعرفه، ولا هو يعرف في الدين ولا بدايه الخلق ولا ربنا عمل ايه مع سيدنا ادم ولا دلاله نداء سيدنا ابراهيم، لكن هو بتهفو روحه، نعم، يعني انه عايز يروح. وتلاقي في حد يعني ما فيش امكانيات خالص عنده، يقول لك انا بس مش عايز حاجه من الدنيا الا ان انا اروح ازور سيدنا النبي. معالي الدكتور ذكرتني بموقف حصل معي شخصيا. كنت في الروضة النبوية المطهرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها في يوم من الأيام، اللهم آمين. أحيانا في أوقات يفصل ما بين الرجال والنساء بفاصل وتكون الزيارة للسيدات، فكنت جالس في وقت الحمد لله رب العالمين متاح للفقير أن أجلس في الروضة، وكان دخول السيدات، فكانت دوشة كما تعلم، أصوات النساء والزغاريد والفرح. فسبحان الله كلما أتذكر مبادرة من مبادرات السيد رئيس الجمهورية أتذكر هذا الموقف عجيب، وخصوصا ليلة البارحة في حياة كريمة. فكانت في سيدة مصرية يبدو لي من صوتها أنها عجوز كبيرة، ليست يعني مش بنت صغيرة، فهي واقفة عند الحاجز، يعني ما بيني وبينها إلا الحاجز، وهي تنادي بأعلى صوتها بتقول له بعت الجاموسة وجيت لك. وكأنها لا تمتلك في هذا الوجود إلا الجاموسة، باعتها عشان تأتي لزيارة سيدنا النبي، فباعت كل ما تمتلك، كل ما عندها، لتشتري فعلا هذه الزيارة. سيدي صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني في له قصيدة جميلة جدا، وله شارع معروف في مصر في الدراسة، يتحدث فيها يقول: واغتنم خير التجارة زورة الهادي محمد. أفضل حاجة ممكن تعملها أنك تزور سيدنا النبي. طيب، الناس بتروح على معرفة، وناس بتروح على عدم معرفة، لكن حنين جواني أنا مش عارفه، أنا في حاجة أنا زي ما أنا بحب مصر، فبيسألوني ليه بتحب مصر؟ ما أعرفش، لا تسألني، لأن الحب ليس معللا، الحب عندما يكون لعلة، إذا أزيلت هذه العلة زالت الأسباب الحب. وكانت في حلقتكم يوم الخميس الماضي تتحدث عن المواطنة وعن الوطن، وأن حب الإنسان للوطن له علاقة به بمصلحة ذاتية أو شخصية. فأنا أتابعكم على الراديو وعلى التلفزيون، ويعني ومعجب جدا حقيقة بطرحكم الكريم. فالإنسان لما بيروح إلى هذه الأماكن المقدسة، مكة والمدينة، هي الفطرة، هي الصبغة، هي الروح المجبولة والمجذوبة يعني إلى هذه الأماكن. هل هذه الاستجابة أنه عندما إذا أخرجناها من مساحة الشوق، يعني أو إنه هذه استجابة لنداء؟ طبعا الأرواح سمعت هذا النداء، فعندما يأتي إلى هذه البقاع الطيبة المطهرة هو استجاب لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، والأذان الذي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس، والله سبحانه وتعالى أوصل هذا الخطاب وهذا النداء وهذا الأذان إلى أذان الأرواح، فوصلت هذه الدعوة، فجاءوا بأجسادهم وأرواحهم، يعلمون أو لا يعلمون، إنما هي مشيئة الحق تبارك وتعالى، وهم قد جاء بهم الحب. كل من زار هذا المكان زاره بالحب والشوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم إن شاء الله. طيب، لو قلت لحضرتك أنه يعني إحنا قدام شعائر في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، يعني هل هذه الشعائر مدى مساهمتها إذا جاز التعبير في تجديد إيمان الناس؟ يعني هو الإنسان يذهب إلى هناك تلبية أو طاعة، أو يعني هو يقوم أسباب كثيرة بركن من أركان الإسلام، لكن أنا بسأل على ما يمس الإيمان والروح. يعني في كتاب كبار جدا مثلا، وكانوا بعيدين كل البعد عن يمكن الالتزام حتى الشكلي في الإسلام أو الطقوسي زي ما بيقولوا، وين راحوا وعملوا كتب عظيمة جدا. يعني الكاتب الكبير محمد حسين هيكل يعني عمل كتاب في منزل الوحي، ده كتاب مهم. حتى الأستاذ أنيس منصور لما راح برضو أدى الفريضة وعمل كتاب مهم برضو، قال يعني عنوانه طالع البدر علينا. ما الذي تفعله هذه الشعائر وهذه الأماكن في نفوس الناس؟ هي في معادلة، في كل إنسان منا له عقل وله روح وله نفس. أحيانا أروح لأماكن فتستثمر فيها الواعز أو الأشياء النفسية أكثر، فأميل لهذه النفس. وأحيانا أروح لمكان زي اليوم، أنا جالس بين يدين قامة كبيرة ودكتور ومفكر، فأجلس فأتمنى أني أكون مفكر وأني أكون دكتور وأني أكون مطلع. لما؟ لأنك استفزيت عقلي لهذا الجانب. حد ثاني يستفز نفسي، الطرف الثالث يستفز الروح. فوجودك في هذه المشاعر
المشاعر المقدسة هو استفزاز للروح وحنين للخطاب الذي سمعته من الحق سبحانه وتعالى. فهو يشتاق أن يكون في قرب من الله سبحانه وتعالى. هو مش رايح بس عشان يصفر عداداته عشان يرجع ويبدأ من جديد يحوش ويروح مرة تانية ويصفر ويرجع من جديد ويحوش. ليست هذه المسألة، إنما المسألة هو يفعل هذا الأمر، يلبس هذه الملابس البيضاء، يتجرد من المحيط والمخيط كما يقال في الفقه الإسلامي، ويجتمع مع الكبير والصغير، الأمير والفقير، كتفا لكتف، ويكون كلهم في صف واحد وكلهم في ملابس واحدة. وهنا تنكشف له الحقيقة الذي نعيشه وهم كبير. الحقيقة هذه هي الملابس، وهذا هو نصيبك من الدنيا، وهذا الذي تلقى الله سبحانه وتعالى به. فيبدأ الإنسان سبحان الله في رحلة روحانية مع عالم الروح، يبدأ يسترجع فيها أمور كثيرة جدا، ويوفقه الله سبحانه وتعالى. تجتمع له الثلاث، ترتبط النفس بهذه الروح، ويرتبط العقل بهذه العطايا في الروح، فتجد أن التكوين أصبح زي أستاذ هيكل لما ألف هذا الكتاب، الآخر والثاني والثالث والرابع كلهم كتبوا وعبروا عن مشاعرهم وهم في صحن الطواف. هي استفزاز للروح، وهي خطاب يعيد الإنسان لله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة تكشف له الحقيقة التي هو المفروض أن يكون فيها، لأننا في غالب من الأوقات نعيش وهم كبير جدا. صحيح. هو يعني أنت بتقترب في الحج في كل مرحله من المشهد الأخير، أو بتقترب من المشهد الأول والمشهد الأخير في الحياة. طيب خلينا نطلع فاصل، وهسأل حضرتك سؤال: هل يمكن أن يصاب الإيمان بالعطب؟ وإذا أصيب الإيمان بالعطب مفروض الناس تتعامل إزاي؟ خلينا بعد الفاصل. فاصل وأعود مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار مع الداعية الشاب أحمد الطلحي. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا الحوار مع الداعية الشاب احمد الطلحي. انا كنت سالتك قبل الفاصل انه هل يمكن ان يصاب ايمان الانسان بالعطب، وهنا الايمان بشكل مطلق، يعني ايمانه بفكره بالاله طبعا، بفكره بشخص ما، يمكن ان يصاب بالعطب؟ واذا اصيب بالعطب يعني يكون التصرف ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. أكيد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. والإيمان هنا كلمة أصبحت مطلقة واسعة، لم يقل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم نعم المقصد هنا الإيمان بالإله، لكن ممكن أؤمن بفكرة ثم تتغير هذه إيماني بهذه الفكرة، ممكن يكون لي اليوم رأي بعد أسبوعين ثلاثة يتغير رأيي، أصبح تغيري في هذه الفكرة إذا كان نضوج فكري فيها. طيب إذا كانت اتضحت لي الحقيقة وأن هذا الأمر مش هذا هو المطلوب، هل يسمى عطب؟ وهل أنا كنت أؤمن بوجود إله سبحانه وتعالى فأصبحت عندي بعض التساؤلات الوجودية سببت لي إشكالية، فهل هذا يعتبر عطب في الإيمان؟ الحقيقة هي في عوامل كثيرة جدا تصل الإنسان إلى هذه المرحلة، ومعالجتها سهلة وبسيطة ويسيرة جدا. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فتح لنا خطين: خط الذكر وخط الفكر. بالذكر أنك كلما ورد في خاطرك شيء يزعزع إيمانك، سواء كان بفكرة أو بإله أو بنبي أو بكتاب أو بوطن أو بأي شيء، دائما تذكر الذكر. إذا كان بإله فتذكر الحق سبحانه وتعالى بقولك لا إله إلا الله. إذا كان بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، تذكر أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان وطن، تذكر هذا الوطن وما له عليك من واجبات كثيرة جدا. إذا كانت أم، أب، صديق، أخ، أخت، كل هذه الأشياء. طيب هذا إذا كان في جانب الذكر. طيب في جانب الفكر، أتفكر في كل مسألة، وخصوصا إذا كان مثلا في خط الإله سبحانه وتعالى أصابتني بعض الأشياء، وأنا حب يعني ما المعنى مثلا في الحج، ما المعنى أنه الناس يلبسوا أبيض ويروحوا يقفوا في الصعيد، أو أنهم يطوفوا حول حجر الكعبة التي حجر ويقبلوا حجر يعني جميل مثل. جميل مثلا كنا سريعا عشان نخش وقت طويل في الحلقة، كنا نتحدث مثلا عن نعمان الأراك. نعمان الأراك من الروايات التي وردت وهي صحيحة الإسناد عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد العباد، أن الله عز وجل ألقى العهد للحجر الأسعد، يسمى بالأسعد وليس بالأسود، إنما كان أبيضا واسود بيذنوب. ده التسمية الصحيحة، وهكذا تعلمنا يعني الحجر الأسعد وليس الأسود. أسعد لأنه سعد بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، بشفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل صالحيها
هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهلم جرة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أشار أن الله عز وجل جعل فيه العهد، لأجل ذلك عندما نطوف بالبيت الحرام نقبله إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، إن لم نستطع فنشير إليه، إن لم نستطع فبعصا أو بأي شيء، دلالة على وجود العهد والرابطة بيننا وبين الحق تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. طيب الكعبة حجر، وزمان كانوا يعبدون أصناما حجر، فما الفرق ما بين هذا وذاك؟ لا، المسألة في الأولى كانوا هم يعبدونها من بنيات أفكارهم، في الثانية لم، أولا هي ليست عبادة للأحجار وليست عبادة للكعبة المشرفة، إنما هو امتثال الأمر، وعندنا القاعدة تقول امتثال الأمر أولى من لزوم الأدب. فامتثال الأمر اليوم الله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورواية أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مقام سيدنا إبراهيم اتخذوه مصلى، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال اتخذوا من مقام إبراهيم اللي في موريتانيا مثلا، سنتخذ. طيب جنوب افريقيا سنتخذ، في سويسرا، في اي مكان. المساله ليست في الاحجار، هو القاعده، القاعده انه ليس مع امر الله لماذا. نعم. يعني في احيانا حكم تاتي وممكن افهم الحكمه، لكن الحقيقه انه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن لا يمنع اني اسال، لا يمنع اني استرشد اكثر، لا يمنع اني اتعرف، فاذا تعرفت وفهمت عشقت واحببت بكلي، لكن ما تكونش عباره عن تقليد، اذا جاءت ابسط نسمه هزتني فابقى ثابت على خطاي مع الله سبحانه وتعالى. طب في مساله، يعني عندما تقول ان الايمان يزيد وينقص، لو خدتك ليه مساحه عند الشباب الصغيرين، يعني اللي هم دلوقتي بيتعرضوا يمكن للتكنولوجيا أكتر، للمواقع المختلفة أكتر، احنا بنلاحظ إنه الشباب دول بتكلم على 13 و14 و15 سنة، في مشكلة عندهم يمكن حتى في ربنا، في رؤيتهم لربنا، التكنولوجيا واخداهم بشكل كبير، عندهم قدرة على الجدل وعندهم قدرة على السؤال. أنا سمعت مرة من شابة يعني في الـ14 بتقول أنا حاسه ان ربنا بيختبرنا بحاجات اكتر من طاقتنا واكتر من قدرتنا على التحمل. وانه ربنا هو ما يعرفناش كويس، لو يعرفنا كويس ما يعملش معانا كده ويختبرنا بحاجات احنا مش قدها. نعم. شوف سيدي، يعني رايك في الطرح ده؟ انا اولا اعشق امثال هؤلاء الشباب، سواء كان بنات او اولاد، واحتكاكي بهم كبير جدا وكثير، ودايما الباب لهم مفتوح في السؤال، ودايما بندردش وبنسال ونسمع حاجات كثير. يعني حد كان بيقول لي لماذا يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد، لماذا خطاب الذكوره، لماذا لم يقل قل هي الله احد، لماذا الله. فتجد انه هو مسكين، طبعا اكيد مش معنى مسكين انه هو حاجه مش وحشه، لا. لم يدرس لغه عربيه. لو درس بس شوية في اللغة العربية ما كانش يسأل هذا السؤال. إذن في عندي إشكالية في الأساسيات عنده، سواء كانت في اللغة سواء كان في الفهم. لما تيجي تتكلم معاه في القرآن الكريم وفي الشريعة، هو متعود على خطاب ديني يسمعه يوم الجمعة فقط، صراخ على المنبر بأسلوب معين وانتهى الموضوع بهذا المقياس. في الحقيقة لا، أولا هم يأخذوني إلى قاعدة، وهذه القاعدة يلزموني بها، والحقيقة القاعدة غير صحيحة. يعني الله سبحانه وتعالى يحملنا ما لا نطيق. من قال لك ذلك؟ هو فكرته أنه هو شاف أنه ربنا حمله ما لا يطيق. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأرسل لنا الأنبياء والمرسلين وأعطانا هذا الكتاب، قال في محكم كتابه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن أي شيء ينزل على الإنسان الله سبحانه وتعالى آتاه القدرة على تحمل هذا الشيء. لكن احنا حافظين دايما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إلا ما آتاها. طيب آتاني قدرة وقوة على تحمل أشياء كثيرة جدا أنا مش مكتشفها، إذن الخلل من عندي مش من عند الحق سبحانه وتعالى، ولا من كتابه ولا من نبيه. إذن أنا محتاج أني أنمي أشياء كثيرة. جنابك الكريم اليوم نميت طاقات كبيرة جدا في الفكر والمعرفة والصحافة والكتابة والخطاب، وتجلس أمام الكاميرات بالساعات وأمام الميكروفون بالساعات الطوال، غير جنابك الكريم ما يستطيع أبدا يصيغ كلمتين على بعض، وتجده مسكين يتلعثم في الوقت اللي هو مبدع في جانب آخر. ممكن يكون طبيب جراح ماهر، لكن جنابك الكريم والفقير ما نستطيع نمسك مشرط. فكل واحد فجر طاقات كامنة في قلبي، كما ذكر ذلك الدكتور الوزير حسن عباس زكي رحمه الله في كتابه الطاقات الكامنة، وكيفية تفجير هذه الطاقات الكامنة في الإنسان. فهو يلزمني بقاعدة غير صحيحة أولا، ثم يقول أنه ربنا ما بيعرفناش. لا، في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لما تيجي تتكلم عنه يعلم أشياء كثيرة جدا وأعطاك أشياء كثيرة جدا، هو بس مسمعهاش أو ما فيش حد ذكره بها. دور الدعاة إلى الله عز وجل، أو ما ده اللي خلينا أسألك، يعني كيف يتم التعامل مع هذه الأفكار عند هؤلاء الشباب؟ يعني أنا عندي خطاب ديني تقليدي في محتواه وفي الوسائل اللي بيوصل بيها، يعني حتى هذه اللحظة
حبيبي يا دكتور، النقطة مهمة جدا. أولا دور دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وجواب هذا السؤال، أنهم ليسوا أصحاب سيطرة دينية، وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فهو ليس يسيطر عليك، هو بس يعطيك الخيارات، خيار والخيار والخيار، وهذا الخلاف بين العلماء والفقهاء، وهذا الأصح والأرجح إذا أحببت يعني. في الآخر هو مخير، أنا أدعوه ورغبه وأسوق له كما أسوق لأي شيء يعني. هذه مسألة. لكن النقطة الأهم من ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل لا توجد مفقودا، لكنها تحرك موجودا. الإيمان موجود في قلوب الناس، الحب موجود في قلوب الناس، المعرفة موجودة في قلوب الناس، الله سبحانه وتعالى هيئ هذه القلوب وجعل عليها فطرة، بس دور كل إنسان منا التذكير. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلو تم تذكير هؤلاء الشباب وأصبح الخطاب معهم ممتاز، ويعني أذكر في مرة من المرات في مؤتمر الشباب كنت قدمت مقترح، كم ودت أن يدرس كتاب الشفاء لمجموعة كبيرة جدا من أطفالنا ومن شبابنا. لما؟ لأنه تعريف بحقوق النبي المصطفى، لما يتعرفوا على النبي من باب كتاب الشفاء سيدرك أن الخطاب الذي يراه والأشكال التي نسمع بها في وتراجعات وأسفين وأعذرونا وإحنا أخطأنا وأنا لم أكن كذا كل هذا الكلام سيجدونه يعني. لماذا لم ننجرف نحن كشباب درسنا؟ لأننا تعرفنا على الجناب النبوي. فالمعرفة للجناب النبوي عن حقيقة ككتاب الشفاء يعني وكأنه مصل يقي كثير من الشباب من فتن كبيرة جدا نراها اليوم وهم يعانون يعني منها. أنا مش عاوز يعني أدخلك في مشكلة محددة موجودة، لكن برضو خلينا هذا حوار دائر الآن، أنه تتجرأ مثلا فنانة قررت أن هي تقول والله لا أنا مش همثل تاني، أو أنه أنا غلطت أو إلى آخره. لكن أنا مسألش على ده، لأنه الحقيقة بالنسبة لي يعني طرح فكرة نقول الفن ولا التمثيل حلال ولا حرام هي فكرة غير مطروحة، يعني ما ينفعش نتناقش فيها على هذا المستوى. لكن عندما تأتي مثلا فنانة تقول والله احنا بمقاييس ربنا لم ولن ننجح، هل يمكن ان يتحدث انسان يعني؟ معلش يا شباب هتقولنا البوست اللي احنا كنا بنتكلم عشان نبقى ايه، قلنا الجملة ما يعني ما افتريناش على حد. هتقولنا البوست بتاع الفنانة هل شيحة، يعني هي بتقول احنا بتتكلم يعني وتقول احنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا، بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح. كلمة انه يبقى في حد في لحظة معينة مهما حتى اوتي من علم يعني فيجي يقول انه مقاييس ربنا كذا ويحكم على الناس بانه انت كده مش ماشي مع مقاييس ربنا، لا وانت ماشي مع مقاييس ربنا. اولا اكيد الاسم الذي ذكرتموه اوجه له كل التحيه والاحترام والحب والتقدير. لا على دماغنا طبعا يعني اي شخص اختلاف مع الشخص يعني نقاشي ليس مع الكاتب شخصا، فقط انا الكلمه لو وضعت في هذه الكلمه في سؤال مبهم، سؤال يسال فلان يقول لم ولن، عندي في اللغه هذه اشكاليه كبيره جدا. لم في الماضي ولن في المستقبل، وكأنه يعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى أطلعك على شيء أنه هؤلاء الناس لن ينجحوا. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وصحبه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وهنا إشكالية كبيرة. لو جاء إنسان قال كل الناس هلكوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أول واحد يهلك. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية كان رجل عابد وآخر كان مسرف على نفسه، فهذا العابد لما رأى المسرف على نفسه في مجمع جمعهم فقال إن الله لا يغفر لهذا. مثل هذا الكلام، وهذا كلام خطير حقيقة. فلما قيلت هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه ذلك الزمان قال من الذي يتألى علي؟ من الذي يتألى؟ من الذي يقول لي أفعل أو لا أفعل؟ من الذي يقول لي هؤلاء أغفر لهم أو لا أغفر لهم؟ اشهدوا يا ملائكتي أني أحبطت عمل هذا المتألي على الله عز وجل، الذي قال ورأى أنه بعبادة أو بتوبة أو بصدقة أو بعبادة معينة هو يفعلها، وأني قد غفرت للآخر. هذه مسألة. هنا في مصر في جبل عندكم اسمه جبل المقطم، فيه ولي صالح سيدي ابن عطاء الله السكندري، عنده كتاب اسمه الحكم، من الحكم الجميلة العظيمة جدا، يقول ربما معصية أورثت ذلا وانكسارا. أنا ممكن أشتغل في مهنة أشك أنها مثلا بعض الناس يكلموني مثلا على المصارف، حد ثاني يكلمني على المطاعم التي تقدم مشروبات كحولية، الآخر يتكلم جدل كبير جدا، أنا أشك في حاجة مثلا، أنا كأحمد أعمل في هذا المكان وأشك فيه وأظن أنه فيه شيء من الذنب، فأنا مع انكسار لله سبحانه وتعالى خير عند الله عز وجل من صاحب طاعة يعتز بها على الناس. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لأن إبليس لما قال أنا خير منه بما قالها، لأنه كل شبر في الأرض كان له فيه سجدة،
أنا خير منه، اغتر، فلما اغتر هلك. الله سبحانه وتعالى دايما يخلينا في الحسن الحصين ودايما ماشيين كده جنب الحيطة. يعني هم لما يعني قالوا إنه هو يعني علم الله بأن أخذه الغرور فوضعه في اختبار، استنطقه بأنه أنا خير منه. نعم، شوف سيدي عندنا التجارب في التاريخ، من قال أنا وقال لي وعندي، ثلاثة هؤلاء حصلت معهم إشكاليات كبيرة. عندنا في الفيوم لما قال إنما أتيت على علم عندي، عندنا دلوقتي بحيرة بروح نزورها قارون، صحيح. فما الذي حصل له نتاج هذه الكلمة؟ طيب الآخر قال أنا خير منه، رأينا. طيب الثالث ماذا قال؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما الذي حصل؟ لسه الأنهار بتجري وهو فهذه الأشياء الثلاثة، هذه نتائج هذه الكلمات أنا ولي وعندي. لا، الإنسان مهما بلغ من العبادة والطاعة يكون منكسر لله سبحانه وتعالى، يكون في معية الله تبارك وتعالى. أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي. طيب إحنا للأسف الشديد تبقت لدينا دقيقة واحدة. الله. مش هقول لحضرتك يعني توجه نصيحة، هقول فيها كلمة واحدة بس. بحبك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، لأنه والله ربنا يعلم مشاعري تجاهك وربنا يديم المعروف. آمين. لكن أنا عايز يعني أخذ منك ما يمكن اعتباره وصفة إنه لكيف يتأدب الناس الآن مع الله. حب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يغدوكم به من نعم، خلي علاقتك مع ربنا حب، خلي علاقتك مع الوطن اللي انت فيه حب، مع الناس حب، مع العبادة حب، كل شيء تلمسه، كل شيء تفكر فيه، خلي العلاقة رقم واحد بينك وبينها الحب، وانظر بعد ذلك ما الذي سيحصل. أنا بشكرك جدا حبيبي. وأنا عارف أن أنت يعني جيت لنا من سفر على رأسي على دماغي يعني. الله يسعدك تاج العز وجودك معنا، وإن شاء الله يتجدد لقائنا على الخير دايما. أمين. ويكون في حب الله وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام. شكرك جدا. شكرا لك الداعية الشاب أحمد الطلحي، وزي ما قلت أنه في طليعة الدعاء اللي بنعول عليهم كثيرا. أمين. في تصدير الخطاب الديني الحقيقي وسورة الإسلام والدين الحقيقي إن شاء الله. حبيبي جدا، شكرا جدا، وبشكر حضراتكم لمتابعة هذا الحوار ومتابعتنا اليوم. نلتقيكم غدا إن شاء الله، وتصبحون على وطن.